وزي ما اتبعنا على مدار الأيام اللي فاتت وفي تقاريرنا المختلفة إن في عدد كبير من الأنشطة الثقافية في المهرجان، لكن لأول مرة برعاية الشركة المتحدة في توثيق احترافي لوحدة الفيديو تك بقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في المهرجان. تعالوا نتعرف أكتر على الموضوع ده من خلال ضيفي مصطفى يحيى، مدير تصوير بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة. برحب بحضرتك. أهلا. عايزين نتكلم في البداية عن عملية التوثيق بوحدة الفيديو تك، إيه المقصود بيها ودور وزارة الثقافة في عملية التوثيق دي إيه؟ والله هي وحدة الفيديو تك دي أولا هي إدارة موجودة في صندوق التنمية الثقافية، هي يعني تم استحداثها مؤخرا بإضافة معدات جديدة وكاميرات ومعدات إضاءة، كل ده كان ما كانش موجود قبل كده، تمام؟ فهو موجود دلوقتي بقاله مثلا سنه، فالوزاره يعني بتدعم الفيديو تك في شغلها. المفروض احنا بنقدم يعني خدمه لكل قطاعات الوزاره ان احنا بنصور كل الشغل اللي بيتعمل، تمام، بطريقه احترافيه وبالمعدات الحديثه دي. فاحنا تم دعوتنا السنه دي ان احنا نطلع نغطي كل الحاجات اللي بتحصل هناك في العالمين من خلال الوزاره. فاحنا اول سنه فعلا زي ما حضرتك قلتي نوثق كل الفعاليات اللي الوزاره بتقدمها في الفتره اللي هي بتاعت مهرجان العالم. طيب توثيق الانشطه ده ازاي اختلف شكله؟ ازاي بقى اكثر احترافيه خاصه مع رعايه الشركه المتحده وزي ما حضرتك ذكرت من خلال توفير الامكانيات اللازمه؟ ايه الفرق اللي موجود؟ الفرق اللي موجود ان ده ما كانش بيحصل قبل كده في الوزاره، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا يعني تعاوننا بشكل كبير جدا مع الشركه المتحده، وهي فعلا ادت لنا يعني مساحه كبيره انه احنا نقدر نصور كل الفعاليات ديت بدون اي مضايقات. يعني احنا مفتوح لنا المجال ان احنا نصور كل حاجه بتحصل في المهرجان، سواء لينا كوزاره الثقافه او لاي قطاع تاني بيقدم منتج حلو في المهرجان نفسه. يعني ازاي كمان بتتم عمليه التوثيق؟ يعني بعد موضوع التصوير اكيد في مرحله تانية بتوثقوا من خلالها انشطه المختلفه طبعا، يعني زي حفلات هامه حصلت زي بند المصريين بقتل الفنان هاني شنوده اللي كان ليه حفله خاصه. احنا فعلا يعني صورنا كل الفعاليات اللي حصلت للوزاره عموما، يعني وكان طبعا من اشد الفعاليات ديت كانت اول حفله كانت الوزاره كانت عاملاها كانت لبيت العود، تمام، ودي اتصورت بشكل حلو جدا ونزلت على صفحاتنا، يعني على صفحات الوزاره، ونزلت كمان يعني الشركه المتحده قامت برضو بنقل الشغل اللي احنا عملناه على صفحاتهم، يعني على صفحات العالمين، على مهرجان العالمين. احنا شغلنا دلوقتي ما كانش اصلا بيتشاف، فدلوقتي الشركه المتحده مشكوره ابتدت تاخد شغلنا تحطه عندها على صفحاتها، فده عمل رواج كبير جدا للوزاره عموما. يعني احنا في شغل بيتعمل واحنا كمان بقينا متشافين، يعني بقى الشغل بتاعنا لما يتعرض على اكبر المنصات زي صفحه مهرجان العالمين اكيد برعايه الشركه المتحده، يعني دي حاجه بصراحه يعني مهمه جدا لينا احنا. في فعاليات تانية تم توثيقها وشايفين انها كان فعلا ليها رد فعل كبير ومردود زي الحفله الخاصه بالعود؟ شوفي يعني هو كانت اول حفله دي كانت ليها ظروف خاصه انه يعني كانت معموله في اجواء حلوه جدا، تمام، الجو كان جميل، مما ادى كمان الى وجود يعني عديد جدا من الجمهور دخل يتفرج على الحفله، ما كانوش مصدقين. يعني كانت اول مره احنا بيت العود اصلا يطلع يروح يعمل حفله هناك، حفله بالحجم ده. اه طبعا، فكان الجمهور كان مستغرب جدا من وكان في تفاعل وكان في يعني كل ده هيبان، يعني لو حضرتك بتقدري مثلا تعرضي شغلنا من خلالكم، يعني او انا بوجه دعوه لكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ان هم ممكن يدخلوا على صفحات العالمين وعلى صفحه وزاره الثقافه المصريه، يدخلوا يشوفوا الجمهور عامل ازاي، الحفلات هتشدهم جدا ان هم اللي ما راحش يروح. يعني انا بوجه دعوه من خلال برنامج حضرتك انه لازم الناس تروح تتفرج وتشوف اولا جمال العالمين، ثانيا جمال الحفلات
كل حاجه، يعني كل حاجه هناك جميله. انا بوجه دعوه ان لازم الناس كلها تروح تتفرج وتشوف ايه اللي بيحصل في العالم. هي فرصه كمان من خلال توثيقكم ان اللي ما شافش الحفلات دي ممكن يشوفها من خلال وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال توثيقكم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى يحيى، مدير التصوير بصندوق التنميه الثقافيه بوزاره الثقافه. شكرا جزيلا ليك.